أنتقل لسؤال من محمد صالح العتيبي، يقول: رجل تجاوز الميقات لكنه لم يبتعد عنه حيث يراه عن قرب فأحرم من مكانه، فهل يلزمه شيء؟ نعم، إذا تجاوز الميقات فإنه يرجع إليه ويحرم منه، استدرك هذا. فإن أحرم بعد ما تعداه فإنه يجب عليه فدية، لأنه ترك واجبا من واجبات النسك، ولو كان يراه الرؤية يمكن يراه من بعيد. نعم.